انه سيء من الفرحة، يعني ما بيعرفوا ان هم يتحكموا في مشاعرهم بشكل صحيح. لكن اليوم وقفتنا في قضيتنا، قضية الأسبوع، راح نعطيكم مجموعة من النصائح، مجموعة من السلوكيات الصحيحة اللي حابين احنا نسير عليها. يعني هو بيكون فعليا وقت الفراغ أكثر وأكبر في فترة الاختبارات، بما أنه بيخلص اليوم الدراسي بشكل أسرع قبلها بثلاث أربع ساعات تقريبا. بس كيف أنه احنا نستثمر هذه الساعات الزائدة في يومنا وفي حياتنا اليومية بشكل صحيح وبسلوكيات صحيحة؟ صحيح، بالتأكيد. طبعا المشاهدين لدينا اتصال، أقرأ الخبر قبل ما ناخذ هذا الاتصال. مشاهدينا، عن جائزة بصمة تميز وإبداع لعام 2014 ضمن الشخصيات المميزة لعام 2014، حصلت الدكتورة هناء زهير نائبة الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة على جائزة بصمة التميز لعام 2014، وذلك لتمكنها أو لتمكنها من تحقيق سلسلة إنجازات في مجال دعم وتدريب وتوظيف المرأة. للمزيد طبعا مشاهدينا عن هذا الموضوع، انضمت لنا الدكتورة هناء زهير نائبة الأمين العام لصندوق الأمين السلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة. أسعد الله مسائك دكتورة هناء. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. بداية نهنئك ونهنئ أنفسنا، نقول لك ألف ألف مبروك على حصولك على جائزة بصمة التميز لعام 2014. دكتورة هناء، يعني بداية، يعني حصلت على هذه الجائزة وتحتوي على ثلاث محاور: بصمة إنسان، وبصمة عطاء، وأيضا بصمة تميز. حدثينا عن طبيعة هذه الجائزة لو تكرمتي، وماذا تمثل لك؟ طبعا حقيقة أن الجائزة، يعني يمكن هذه بالتحديد أنا أخذت جوائز يمكن سبقتها، لكن هذه الجائزة تعني لي الكثير. وبالنسبة لي يعني أسعدتني كثير، يمكن يعني حقيقة مساوية تكون أكثر، تجاوز كثير الجوائز اللي سبقتها لسبب واحد. هذه الجائزة أنا كرمت فيها من داخل بلدي، يمكن كل الجوائز اللي سبقتها كانت من خارج البلد. تسعدني كثير وأسعدتني الصراحة، لكن هذه لها ميزة مختلفة أنها من داخل المملكة، فتضيف لك جائزة لما أهلك وناسك وبلدك تقدرك وتتوج عملك. حقيقة هذا يعني كثير للشخص، ويمكن كنت سعيدة كثير، وحقيقة هي
الترويج لعمل عملت فيه وأنا كنت مستمتعة وأنا أدي فتعليم كبير جدا، وقد تكون هي مسؤولية مضاعفة عليك من بلدك وداخل بلدك من يقولوا لك قدمي المزيد وأملي على أنك إن شاء الله تقدمين أفضل صورة وبأكثر عطاء ويمكن بالتركيز أكثر كمان الآن لأن أصبحت خلاص هي أصلاً أساس تتحدث الجائزة عن اللي في خدمة المجتمع المسؤولية الاجتماعية، وهذا المنحة بصراحة اللي أنا أخذته على حياتي من الأول ولازلت أستمر فيه ولازلت أقدم ما هو هذا أصلاً يعني رؤية المستقبلية كأني أنا أقدم فيها أكثر وأكثر إن شاء الله. صحيح، دائما يعني دكتورة هناء لما بيحصل الشخص وبيحصد جائزة نتاج جهوده ونتاج سنوات كثيرة من العطاء بيكون في خطط مستقبلية ورؤية مستقبلية بيكون هو حاططها أمام عينه. ما هي الرؤية اللي انت حضرتك اتخذتيها بعد حصولك على هذه الجائزة؟ حقيقة هي يعني زي ما قلت لك هو تكليف اكثر يعني على انك ومسؤولية اكبر صحيح على ان يكون خطك اللي هو الجاي ان شاء الله كله اساسا أنا عملي من بداية كان كله يتحدث عن الخدمة المجتمعية. الآن يمكن في إن شاء الله حيكون اللي هو تخطيط لفعلا التركيز على المسؤولية الاجتماعية بكل فئات تحدث عنها من داخل المجتمع. حتى عملي اساسا الخاص يعني في جزء كبير من المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع. فهذا انا قاعد اقول لك انه فعلا العمل في المجال الخدمة او المسؤولية الاجتماعية عمل جميل جدا ودائما هو يشكل شخصية ويحمل لك هو اساسا يحمل لك اشياء كثيرة وتبعات كثيرة انك تعمل بينها. جميل جدا انك تخطط الان لاشياء كثيره ان شاء الله مستقبليه، والله يقدرنا ان شاء الله نقدر ان شاء الله عليها ان شاء الله ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه دكتوره هناء، يعني الكلمه ودك توجهيها من خلال ماذا تقولي؟ والله أنا أول شيء أشكركم في البداية كثير على تغطية الجائزة والاهتمام كذا، وأنا أشجع صراحة كل اللي المراكز والجهات سواء كانت حكومية أو قطاع خاص على عمل الجوائز التتويجية لأن فيها تحفيز كبير صحيح. وفيها عطاء صراحة يعني شيء شعور جميل خصوصا
زي ما قلت إن لما تكون من داخل البلد وفيها تكريم تحس بخصوصا المرأة السعودية تحس إنها فعلا نتيجة عملها وجهدها وتتويج لهذا كله. شعور جميل. أنا أشكر القائمين على هالجائزة وأشكركم أنتم التلفزيون السعودي اللي دائما مبادرين في تغطية كثير من الأحداث، وهي فعلا هي هذه الجائزة لكل مرأة سعودية عملت في كل مجال. هي جائزة البلد، جائزة المرأة، جائزة المنطقة الشرقية، جائزة لكل شخص عمل معي سواء في مجال العمل أو في مجال الصحة. أتمنى يا رب إن شاء الله كل السيدات السعودية لهم التوفيق، وإن شاء الله يا رب يوفقهم أكثر في حياتهم وفي العملية. وأنا متأكدة فتياتنا الآن اللي الجيل القادم جيل واعي جدا لأهمية المسؤولية الاجتماعية كفرد سواء كانت أو كمنظومة، والحمد لله هذا الوعي وثقافة بدأ نفسيا يمكن من فترة، لكن بدينا نقطف ثمار الآن. ويا رب التوفيق للجميع إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. أشكرك دكتورة هناء اللي اتاحت فرصة لنا باستضافتك، شرفتينا بصراحة. ما شاء الله تبارك الرحمن، حققت العديد من الإنجازات، الدعم والتوظيف المرأة بالإضافة إلى العمل على تنمية الفتيات وتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية. أتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح. شكرا جزيلا لك. أشكرك. شكرا لك طبعا. أكيد دكتورة هناء ما شاء الله.